تجدد للمعارك يكسر جمودا طال عدة أسابيع في أحد أكبر جبهات المواجهة مع الإنقلابيين في مديرية نهم إلى الشرق من العاصمة صنعاء. عادت جبهة نهم إذن لتشهد المستوى ذاته من احتدام المعارك على وقع تدخل كثيف لطيران التحالف قدم إسنادا لواحدة من أكبر الهجمات التي ينفذها الجيش الوطني باتجاه المواقع التي يسيطر عليها الإنقلابيون في هذه الجبهة. مصادر الجيش الوطني أفادت بأن معارك الساعة 24 الماضية شهدت تبادلاً كثيفاً للقصف المدفعي والصاروخي في مناطق الصافح والأرض والكحل والسائلة، ونجم عن هذه المواجهات تقدم مهم للجيش الوطني تمكن خلاله من السيطرة على عدة تلال في سلسلة مرتفعات الكحل. مصادر الإنقلابيين عززت هذه الأنباء بتأكيدها أن الجيش الوطني نفذ هجوماً كبيراً باتجاه جبل القرن استمر عدة ساعات، زاعمة في الوقت نفسه أن عناصرها تمكنت من صد زحف الجيش الوطني وإفشاله. نحو 12 غارة جوية نفذها طيران التحالف في هذه الجبهة، نصفها استهدف مواقع لميليشيا صالح والحوثي الإنقلابية في جبل القرن، فيما استهدفت الغارات مناطق المحلي والمدفون والتبة السوداء ومسورة. مواقع تجمع الميليشيا في المناطق ذاتها كانت عرضة لقصف بالمدفعية بعيدة المدى نفذها الجيش الوطني بالتزامن مع تنفيذ وحداته هجوماً وصف بأنه الأكبر منذ عدة أسابيع في جبهة نهم. وغير بعيد من هذه الجبهة تجدد القصف المدفعي المتبادل بين الجيش الوطني وعناصر الميليشيا في مديرية صرواح إلى الغرب من محافظة مارب. يأتي ذلك فيما نفذ طيران التحالف عدة غارات على مواقع الميليشيا في هذه المديرية.